عناوين نشرة الليلة: غزوة الفالنتاين، غرام وانتقام، وابن لأبو خشبة. خريطة طريق الاعتداء على الجديد. تسمع صوت انفجار بسيط بيتبين انه عم بيزتوا قنابل مولوتوف. قوى الامن ابلغت الجيران ضرورة المغادرة قبل الهجوم. درك قلنا فلوا بسرعة وفللنا من هون وطلعنا وجينا عشية بالليل بعد ما فلوا. مجلس الوزراء يؤكد تحرك القضاء على المستويين. بس مش حقهم ولا بأي شكل من الأشكال يمرموكم بزر ورد. في الضاحية ما لا يطلبه المشاهدون. بدي الجديد بدي أحضر تمثيلية. الإمام موسى الصدر يدافع عن الصحافة ويكره العنف. لا قيمة للإنسان ولحريته ولحياته عندما يغضب الحاكم عليه. وفي ترند الليلة عصب الأستاذ من التلميذ فكسر اللابتوب. وفي فن الخبر مطاردة الأشباح في برلين. هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. رفعت الجديد الأنقاض وقامت من بين الردم، لكن لدى معينة الأضرار المادية والبشرية وجدنا أن جريحا واحدا هو الإمام المغيب موسى الصدر، قد أصيب على بعد 38 عاما وعلى قرب من القلوب. فالزجاج الذي تطاير بالأمس كسر خاطر إمام عابر للعنف، محارب بسيف الحوار، معتصم بالله، حكيم ورع مستقيم، إمام قدس الكلمة والرأي والصحافة وأقسم على ألا يغرف إلا من حبر الحقيقة. وفي أعرافه التي أصبحت تعليم حياة، فإن الصحافي لا يهان، لا يحارب بالضغط، لا يحارب بالفقر، الصحافي لا يغتال. لا يختلف اثنان في وطن الصدر على أن الإمام ليس غائبا، لأنه بنى وعيا خارجا عن التعصب، يمد اليد، يثور على الظلم ويقاتله حد المواجهة. لكن سيختلف اثنان وثلاثة في أن من هاجم وكسر واعتدى ووجه الشتائم لم ينتمي يوما إلى مدارس الإمام موسى الصدر، ولم يقرب صلاته، لم يقرأ كتابه، لا بل حمل صورته ليرشق بها، تظلل عباءته ليخفي سواده، رفع شعاراته ليحولها إلى سباب شائن. فماذا لو سمعكم الإمام؟ أي دين أمركم بالغزو عبر استعمال السماحة؟ وهل أنتم حقا من أمة السيد؟ ونسألكم باسم الغائبين، من أنتم؟ أي وكالة تحملون؟ وبلغة الإمام السيد المستنير نعلنكم أنفسا أمارة بالسوء، وقد أسأتم أولا إلى مؤسس حركة المحرومين، وعكرتم غيبته، ورميتم بنضالاته في شارع جبل العرب، سرقتموه من صلاة قصر، وسرتم خلف وسواس من دون أن تتنبؤوا. فالجديد لم تسئ ولا يمكنها أن تسيء إلى خط إمام هو عنوان النضال والمقاومة، وإذا أساءت من دون تخطيط فسيكون لها جرأة الاعتذار بطرق حضارية، بالكلمة والتعبير، وليس عبر استعمال الشارع وترويع الناس. ولكن قد لا نعتب على الشارع إذا كانت القيادات والمرجعيات تسعر النار، حيث أصحاب الولاية يتحدثون بما يحتمه عليهم الواجب السياسي. فبعد ولاء رئيس المجلس الوطني للإعلام وتقديمه فروض الطاعة السياسية،
صدر بيان عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يدين الإعلام الذي يقلب المفاهيم ويستنكر ما سماه الأسلوب اللا أخلاقي بحق مؤسس المجلس الإسلامي الإمام موسى الصدر، على أن البيان لم يلحظ أي إساءة في أسلوب الاحتجاج الذي خالف شرع الله، وكاد يهنئ الفوضويين بتعبير حي على خير العمل. كيف وثقت كاميرا الجديد غزوة الفالنتاين؟ إنه العشق، وهل ثمة أسمى وأنبل من أن يتظاهر الإنسان صونا لرمز ناضل من أجل كرامته ولقمة عيشه؟ هو العشق، لولا تفاصيل صغيرة وثقتها كاميرتنا. فالمفروض أن المتظاهرين يحتجون على ما اعتبرونه إساءة للإمام موسى الصدر. دعكم أن معظم المتظاهرين لم يشاهد الحلقة موضوع الخلاف، ولكن هتافاتهم لا توحي أبداً المقام المتقدم للإمام الصدر في قلوبهم. دعونا من هذا التفصيل وتعالوا ندقق كيف تكون حرية التعبير عند هؤلاء. الحجارة نفعت، لا الصغيرة منها ولا الكبيرة، ولا المجسمات الضخمة نفعت، ولا الليزر، ولا المفرقعات النارية، ولا تكسير وتحطيم الممتلكات الخاصة والتعدي على السكان. ولا حتى قنابل المولوتوف أو محاولة إحراق دراجة نارية، فشلت كل المحاولات. فقرر أحد المتظاهرين أن يبتدع حلا يعبق بالعشق، أن يرشق القوى الأمنية بصورة من كان يهتف باسمه. والحال أن القوى الأمنية لم تكتفي برد الصورة للمتظاهر، بل كانت عموما لطيفة مع المتظاهرين كحال تعاملهم مع هؤلاء المتظاهرين. أي قرار سياسي منع القوى الأمنية من التصرف بحزم مع متظاهرين تخطوا طوقها واعتدوا بشكل بين أمامهم على الأملاك الخاصة؟ أي أمر سياسي أوعز للقوى الأمنية لتسهيل عودة المشاغبين إلى صفوف المتظاهرين؟ وصل الجيش فيما بدأ أنه رسالة حاسمة لضرورة فض غزوة الفالنتاين، ومع هذا كان للمشاغبين رأي آخر. ثم ظهر رجل المواقف الحاسمة، ضابط قوى الأمن الداخلي حسين دمشق. أي نجل أبو علي دمشق الملقب بأبو خشبي، المسؤول عن حرس عين الديني. الضابط نفسه الذي صور وهو يتقدم مجموعة قامت بالاعتداء على متظاهري الحراك. نجل أبو خشبي ليقوم مشكوراً لسحب المتظاهرين بغضون دقائق. ظهر الضابط في قوى الأمن الداخلي حسين دمشق
ليسحب المتظاهرين بعفوية تامة، عفوية تشبه كل ما جرى في هذا اليوم الذي كان يفيض بالغرام والانتقام، لتنتهي عند هذه النقطة غزوة الفالنتين. رياض بس، قناة الجديد. ليست المرة الأولى التي يجري فيها الاعتداء على الجديد وعلى مراسليها، لكن الهجوم على المبنى بهذا النحو جرى مرتين، الأولى قبل نحو عامين مع أقدام مجموعة على محاولة إحراق المبنى على خلفية حلقة تلفزيونية، وبالأمس تكررت المحاولة مع أنصار حركة أمل مع مؤشرات تدل على أن الهجوم الثاني هو عن سابق تصور وتصميم. بدايه جميع الاخوه بالحركه منطقه المصيبه وجميع المناطق، التجمع فورا على منطقه سبيل المصيبه للانطلاق للنيو تي في فورا فورا. كان هذا المؤشر الاول الى اعداد مناصري حركه امل لخطوه جديده في مسلسل الترهيب الذي انتهجوه عبر شغب منظم ومعد له، وضمن خريطة طريق بحدود مرسومة مسبقا. نحن كنا متوقعين ومعنا خبر انه بدهم يجوا يتظاهروا جماعة حركة امل على باب المحطة، كنا مخبرين القوى الامنية على اساس انه القوى الامنية عملت حاجز على راس الشارع لحتى ما تخلين يوصلوا على باب المحطة، تفاجأنا بانه تخطوا الحاجز الامني تبع الجيش والقوى الامن، ما بنعرف كيف يعني، وصاروا على باب التي في. إلا أن التظاهرة جاءت أكبر من سابقتها. أخوان، مسيرة سيارة من منطقة الزهرانة باتجاه الغازية، ومن بعد الغازية باتجاه المصيدبة على قناة الجديد، وفي عنا بالمسيرة السيارة بحدود 400 سيارة. ولم تكن الحواجز الأمنية وحدها التي تخطاها المتظاهرون، في دليل واضح على تصعيد معد سلفا بدأ بالسباب. امبارح تجمعوا على حد التلفزيون وكانوا عمال يعملوا شعارات نابيه وشو اسمه، نحن قاعدين عم نصور كنا بالقسم تبعنا، لحين ما بلشوا رشق بالحجار، كسر الازاز، تعور معنا اول مصور، صابوا الكاميرا وفلتت الامور بشكل غير طبيعي. قبل ان تعلم اداره قناه الجديد بالاستياء ومطالبتهم بالاعتذار، بادر الشبان الى مهاجمه مبنى القناه. تطور الأمر إلى محاولات متكررة لاقتحام المبنى الذي حال دونه بعض المتظاهرين، ما يشكل دليلاً إضافياً على أن بنك الأهداف معد مسبقاً وحدوده مرسومة سلفاً، غير أن الحجارة لم تكن وحدها الأسلحة المسموحة بها. شوي تاني بتسمع مثل صوت انفجار بسيط بيتبين أنه عم بيزتوا قنابل مولوتوف، فكنبل منهم هني كان القصد بعتقد بدنا نسيبوا الطابق الثاني بالمبنى ليحرقوا المبنى، فنزلت على الصيدليه، فنحن ديركت يعني بس شمينا ريحه وشفنا دخنه عم تطلع من برا، فدغري دركنا الموضوع، نحن جبنا طفايات ونويناها للقوى الامنيه. محاولات الترهيب عبر قنابل المولوتوف المعده سلفا دليل اضافي على التخطيط للترهيب الذي لن تقف الجديد امامه مكتوفه اليدين. طبعا نحن مش ضد انه حدا يعترض، يعني عمليا كان بيقدروا يستعملوا حق الرد او انه يجي يعتصموا، بس بيجي بيعتصموا بالطريقه اذا فينا نسميها السلميه والحضاريه، كان رد فعل كتير قاسي، علما انه ما كان في اي محاوله للاساءه لا للامام الصدر ولا لاي مسؤول سياسي لا سيما الرئيس بر. نحن رفعنا دعوه على اثر الاعتداء اللي حصل ومحاوله اقتحام المبنى، وبنفس الوقت على الأضرار التي أصيبت فيها يعني المؤسسة ومؤسسات أخرى موجودة كمان من ضمن المبنى. أغرب ما في المجموعة التي وصف تحركها بالعفوي من قبل قيادة حركية باركت تحركهم ولو بشكل غير مباشر، أن العفوية أقفلت أبواب مسرحيتها بدقائق معدودة، كأنما من أرسلهم أعطاهم كلمة السر عندما نطق بها المشرفون على المتظاهرين أخلي المكان، بعكس المقولة الشهيرة أن أبناء الحركة لا يخرجهم من الشارع حتى من أرسلهم إليه. حسان الرفاعي، قناة الجديد. الجديد تتقدم بدعوى قضائية أمام النيابة العامة التمييزية ضد المعتدين على المحطة بجرم التعدي على الحريات والإيذاء والتهديد بالقتل، لكن غزو أمل لم يقتصر على الجديد، جيران الجديد يتعرضون للاعتداء أيضا وقد كسرت واجهات المحال، فالغوغائيون لم يفرقوا بين محل وقناة.
العدسة الوحيدة التي التقطت مشاهد حصار مبنى قناة الجديد لم تتمكن من التقاط كل التفاصيل الأخرى. هذه الحجارة التي تنهال على المبنى وعلى موظفي القناة لم توفر أي من المحال التجارية المجاورة لمبنى المحطة. جيران الجديد عانوا الحصار وهجوم أنصار حركة أمل كموظفيها. امبارح صار كأنه حرب بكل معنى الكلمة من معانا. كنتوا بالمحل لما صار الدرك قالنا فلوا بسرعة وفللنا من هون وطلعنا وجينا عشية بالليل بعد ما فلوا لقينا كوارث محل على الأرض كله يعني والإزاز والدنيا منعوف منعف. نحن شو دخلنا يعني أنا بس بقعد من الصباح لآخر الليل حتى اعتاش من هذا المحل. فنحن اضطرينا لحتى نسكر بكير امبارح الساعة 8:30 بس بلش الهيجان والهرج والمرج تعول الشباب اللي وصلوا لحتى ما نتضرر ولا نتأذى. وكنا عم نحضر لايف على الكاميرا الموجودة عندي برات الصيدلية قبل ما تنكسر، بس انكسرت ما عادش قدرنا نشوف شيء، اضطرينا نرجع للتلفزيون. امبارح للأسف هيدي التصرفات اللي صارت أكيد نحن بندينا ونحن مع بنتضامن مع تلفزيون الجديد ومع الجيران اللي هون بالمنطقة اللي تكسرت محلاتهم وأرزاقهم، وللأسف اليوم على طول بتطلع براس المعطر. ايه طلع دار الفرابي خط الدفاع الأول بالجبهة، بس إنه يمكن لازم نقتنع إنه رغم كل التآمر اللي حصل واللي بيحصل على حرية الرأي بالعالم وبلبنان خاصة، وعلى الرغم من كل محاولة قمع الرأي أنا برأيي الحرية لا تقمع. في الشارع الذي يقع فيه مبنى الجديد مبان سكنية أيضا، وجيران لم يتوقعوا يوما أن تكون منازلهم عرضة للاقتحام فقط للنيل من المحطة. لا لا زعران بزعران كلياته، لأن الأوادي ما بيعملوا هيك. شو صار عندكم؟ صار يطلع من هون بدهم يفوتوا على البيت تيطلعوا على الأنتفي يكسروها بالقوة، وفي عنا نسوان كمان بالبيت وشو اسمه وبدهم يطلعوا بالقوة. صار في شيء أضرار بالبيت؟ بالبيت جوا لا، بس هون عندي كسروا لي عندي زريعة دعوسين. طلع شوف كيف مدعوسين ومدعوسين على زريعة مكسرين، وشو قصة زريعة مكسرينها؟ كانوا عم يجربوا يفوتوا على البيت ليفوتوا على المحطة، بدهم يفوتوا من هون ليطلعوا على الانتفي. على مدى ساعتين من الوقت عاش أهالي المنطقة ما تعيشه الجديد وموظفوها كل يوم من تهديد وحصار واعتداءات، كل ذلك من أشخاص معروفين بالوجوه والأسماء والمراكز. على مرمى حجر من مكان إقامة جار آخر للقناة يشغل منصب المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود. آدم شمس الدين، قناة الجديد. وزير الإعلام يستنكر الاعتداء الذي استهدف قناة الجديد ويؤكد أن الملف بات في عهدة وزير العدل. لا القانون سقف لهم ولا الآداب العامة، وبهذا اللاسقف نفذت حركة أمل اعتداءها على قناة الجديد، اعتداء يستنكره وزير الإعلام ملحم رياشي ويضع الحرية الإعلامية فوق سقف القانون. الواجبات اللي عم بعملها عملتها ومثل ما لازم تنعمل، سواء امبارح لحسم إذا بدك العراك اللي كان قائم بالشارع وحصره قدر الإمكان، وكل الفرق المعنية بالموضوع من قناة الجديد للآخرين كانوا متجاوبين جدا وانتهى الإشكال مثل ما لازم ينتهي. تداعيات هذا الإشكال بإيد النيابات العامة ووزير العدل عم تتابع مثل ما لازم تتابع. رياشي يطمئن الجديد إلى أن مشهد الاعتداء بات من الماضي والوضع الإعلامي بخير. قناة الجديد بأمان وقناة الجديد بسلام، وكل الإعلام الحر سيبقى حر في لبنان. اللي صار امبارح صار ورانا والموضوع خلص حديث هون، إنه مثل ما أنتوا حقكم تعبروا عن رأيكم وهيدي حرية مكرسة ومقدسة لإلكم، حقهم يتظاهروا بالشارع بس مش حقهم ولا بأي شكل من الأشكال يمرموكم بزر ورد. في عيد الحب هكذا عبرت حركة أمل عن حبها لقناة الجديد. هذا حب للجديد. على أمل أن يحاسب القضاء كل من عبر عن حبه بطريقة تخجل منها شريعة الغاب. ليال بوموسى، قناة الجديد.
الإمام المغيب موسى الصدر المدافع الأبرز عن حرية الصحافة ووسائل الإعلام. سأبقى القلم الذي لا يغرف إلا من حبر الحقيقة مهما كانت مرة، هذا ما قاله الإمام المغيب موسى الصدر يوم كانت معركة الحريات والضغط على الصحفيين في أوجها. وقد قرن الإمام كلامه بالتحرك الدائم حفاظا على حرية الإعلام، فكان أول الذين وقفوا إلى جانب صحيفة النهار عند ملاحقتها والضغط الإعلامي والإعلاني عليها عام 74 ليقول: لن أقف متفرجا على ذلك الضغط الذي تتعرض له جريدة النهار، هذه الجريدة التي قدمت خدمات كبيرة إلى الجنوب المهدد وإلى المظلومين في هذا الوطن. ورأى يوم ذاك في الضغط ظاهرة خطرة تهدد كل وسائل الإعلام الحر. أدرك الإمام الصدر رسالة الصحافة فعمل من أجل إنهاضها وحماية العاملين فيها، وأرسى الأسس الأخلاقية والفكرية للمهنة، وقال في ذكرى أسبوع الصحفي الشهيد كامل مروي في 3 أيار عام 66: الصحفي لا يهان، الصحفي لا يحارب بالضغط، الصحفي لا يحارب بالفقر، الصحفي لا يغتال. هي مدرسة الإمام الذي نبذ العنف واعتكف في مسجد الصفا رفضا للحرب الأهلية، لم يقف متفرجا على أي أذى يطال أي شريحة في المجتمع، ولم يجيش يوما مناصريه، بل كان صوت العقل والحكمة في أحلك الظروف، وأنهى اعتصامه يوم جرى الاعتداء على بلدات مسيحية في الشمال ليتوجه إلى جميع أنصاره بخطاب اعتمد فيه على الإعلام. ولاحظت أن أي خطوة عنيفة أخرى مهما كانت النوايا فيها ستساعد على تمزيق الوحدة الوطنية وعلى تدمير المعالم للإنسانية، لذلك اخترت الصيام والاعتصام، ذلك لكي أضع مع أصدقائي حدا للعنف. هو الإمام الداعي أبداً إلى صون الحريات وكرامة الإنسان. سماحة الإمام، الكلمة الآن متروكة لكم، فماذا تقولون وبأي لسان تخاطبون؟ طبعاً كالعادة أخاطب الإخوان في لبنان جميعاً. الأموال العامة انتقلت من بيوت المال إلى خزائن السلطان، والمناصب والمراكز تحولت من الأكفاء الأتقياء إلى أزلامه. لا قيمة للإنسان ولحريته ولحياته عندما يغضب الحاكم عليه، وقد يقتل في مرج عذراء أو ينفى إلى الربزة أو يتعرض لحملة حديث مختلق من مرتزق أدرك العصور الأولى. أقوال أوردناها للإمام المغيب لعلها تغذي عقولا حملت لواءه ولم تنعم يوما بفكره. ألين حلاق، قناة الجديد. مناصرو حركة أمل يهاجمون الجديد بذريعة الإساءة للسيد موسى الصدر، لكن هل فعلا أساء برنامج دوما كراسي إلى الإمام المغيب؟ يومان من الاعتداءات على قناة الجديد، كل هذا جرى كما قيل رفضا لحلقة دوما كراسي، كما على مواقع التواصل كذلك على الأرض. يقول أنصار حركة أمل إن البرنامج الذي يقدمه المخرج شرب الخليل أساء إلى الإمام المغيب السيد موسى الصدر. فوعة جماهيرية طلعت بحق الإمام الصدر. لكن كيف أساء البرنامج إلى الإمام الصدر كما يدعي البعض؟ هذا ما لا يعرفه أحد حتى الساعة، وعلى الأرجح فإن هؤلاء المتظاهرين لا يعرفون أين وردت الإساءة. على ضيفنا دولة الرئيس نبيه بري. أهلا وسهلا فيك أستاذ شربيل. في تفنيد بسيط للحلقة، ورد اسم الإمام الصدر بضع مرات، لكن لم ترد في أي منها إساءة إلى الإمام الصدر بأي شكل من الأشكال. يا معمر الأزافي، معك ما عندي كلام، بدي جواب الشافي عن مصيره للإمام. بدي جواب. يا مستر قذافي، هل ستخطفني كما خطفت الإمام الصدر ووالد السيد يعقوب؟ فالحوار تناول قضية تغييب الإمام، لا بل إن الجديد حرصت دوما على متابعة قضية الإمام الصدر على أنها قضية بحجم الوطن. وفي حضرة الغياب فإن الشاشات اللبنانية ستقول كلاما موحدا عند 8 مساء في ذكرى الإمام المغيب
موسى الصدر. فضلا عن أن الإساءة غير قائمة، سؤال منطقي يبرز هنا: كيف يعقل أن يساء إلى السيد موسى الصدر بحضور نجل رفيق دربه الشيخ محمد يعقوب المغيب معه، إلا إذا كان وجود نجل الشيخ المغيب في الحلقة أي النائب السابق حسن يعقوب هو ما استفز البعض؟ هو بيعرف أنه بي المخطوف مش بي حدا تاني. نعم. وبيعرف أنه هاي الحركة بي من المؤسسين فيها. وإذا فرضنا أيضا أن غضب هؤلاء نابع من تقليد شخصية الرئيس نبيه بري، فلا بد من الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى، فالبرامج النقدية على الجديد وعلى غيرها من المحطات لطالما اعتادت تقليد جميع الشخصيات السياسية من سعد الحريري إلى وليد جنبلاط وسليمان فرنجية فالرئيس ميشيل عون، حتى أن الرئيس بري نفسه لم يظهر يوما أي امتعاض من تقليده بدليل استقباله في إحدى المرات من اشتهر بتقليده. وعلى الساعة 12 مع السفيرة الأمريكية بورا كونيلي، وينو علي بزي؟ شفتولي بزي يا أخوان؟ بحتلي بزي؟ يصر هؤلاء على تحميل قناة تلفزيونية ذنبا لم تقترفه، ويطالبونها بالاعتذار عن إساءة لم تقع بأي وجه من الوجوه، ما يؤكد مرة جديدة أن غالبية هؤلاء المتظاهرين إما أنهم لم يشاهدوا الحلقة، وإما أنهم لا يعرفون لماذا يتظاهرون، فضلا عن أنهم لو جاءوا للحوار لاستقبلناهم، فأما أقنعونا وأما أقنعناهم، بدلا من كل هذا العنف الذي لا يمت إلى التعبير عن الرأي بصلة. في اليوم الثالث على وقف بث قناة الجديد في الضاحية الجنوبية، ما يطلبه المشاهدون؟ أيام ثلاثة مرت وسكان الضاحية الجنوبية لبيروت محرومون مشاهدة قناة الجديد، ذلك بعد قرار فرضه أصحاب الأطباق اللاقطة على المشتركين قضى بوقف بث القناة رداً على ما عدوه إساءة إلى الإمام موسى الصدر. فكيف كانت أيام الضاحية من دون الجديد؟ بدي الجديد، بدي أحضر تمثيلية. لا بدنا إياه، أنا أكتر إذاعة يعني بتابعها بالأخبار. القصة سياسية حلوة معهم. على ليلة جباعة جمعة سبت أحد بس نقدر نحضر فبال ماتش النجمة، أبو ساعة وشيله وارجعه مش مشكلة. ما في جديد، عم نزهق، عم نلعب طاولة. جديد هي أكتر قناة بتحكي بشفافية. الآراء لم تكن موحدة، فعلى الرغم من دفاع الجديد منذ البداية عن المحرومين بالدرجة الأولى، وجد من أيد إسكات صوتها. نحن قطعناها جديد، حتى إذا بدها تيجي عندنا بدنا نشيلها. هن عملوا كاريكاتير عن السيء عن الإمام موسى الصدر يعني؟ ما حضرتها بس حسب حكي العالم إنه حسب حكي العالم شو؟ إنه في إساءة للسيد موسى الصدر فيها الكاريكاتير اللي عم قطعت المحطة حسب حكي العالم. حسب حكي العالم نعم. هاي المحطة بنحترمها وبنحبها وبنجلها، بس قضية مثل هاي مقدسة يعني فاتت بشيء مش لازم تفوت فيه. الاعتذار بحل كل المشكلة. واللي كسرنا المكاتب مين بيعتذر منا نحن؟ انتوا خليتونا نكسر المكاتب. سألنا عن الرأس المدبر لقطع بث الجديد، فوجهت الأصابع نحو نمر الخليل المعروف بالحاج أبو علي، وهو المسؤول عن اشتراكات الساتلايت في الشياح. ليش وقفتوا بس قناة الجديد والعالم اليوم يعني عم نحكينا مع بعض الناس انه ما انهم كلهم راضين عن هيدا الشيء؟ في ناس بدها انه راضي عن الشيء هيدا؟ نعم. على المحطة يقولوا مش راضين، مش راضين بهذا الموضوع. بدقوا هنا عم بدقوا. ما هو نحن كل شيء بنسكت عنه، بس الإمام مصدر ما فينا نسكت عنه. اوكي طيب، بس هيدا يعني شو خص العالم بالنهاية؟ انت فرضت على العالم انه ما يحضروا. ايه الله خليك بالكلمة، هذا دليل يعني فرضت. اوكي يعطيك العافية. لا انا حضرتك وقفت، حضرتك يعطيك العافية. الله معك عيني، الله معك. من جهة أخرى، مقاطعة الجديد لم تطبق في جميع المناطق، ما أتاح للمشاهدين متابعة أحداث التحرك السلمي الذي استهدف الجديد وموظفيها. مش حرام عملوا فيها هيك؟ هذا اللي عملوه ظلم، يكون مين ما كان. عم تجي الجديد عندك؟ هي أحلى أزاعة الجديد، وعطول بحضر عليها. هلأ بعد عم تجي عندك؟ ايه أكيد. أنت عندك صحن ولا مشترك؟ أنا مشترك اشتراك. وين قاعد؟ بالليلك. انتوا صورتوا، كيف بدنا نحضره؟ ما في نيو تي في، ما قول يعني هيك. ديكتاتورية بعض موزعي الكيبلز قد تنجح في إسكات صوت الجديد بعض الوقت، لكن صوت الحق سيعلو صداه لا محالة. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. بعد الإعلان آلمه المشهد. الوفاء تثمن مواقف عون، وعملية انتحارية ودهس
ما كان يحضر. أهلا بكم. جلسة مجلس وزراء مخصصة للموازنة والاعتداء على الجديد في مستهل الجلسة. جلسة مجلس وزراء عقدت وفي جدولها بند واحد موازنة عام 2017. فبعد 12 عاما من دون موازنة كان لابد من تخصيص جلسة كاملة للخوض في تفاصيل مشروع الموازنة، إلا أن الأولوية في مستهل الجلسة كانت لما تعرضت له قناة الجديد من اعتداء ممنهج. فشدد وزير الأعلام على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير خصوصا في الأعلام والتظاهر تحت سقف القانون. وكانت مداخلات من الوزراء أيدت وزير الأعلام، لكنها توقفت عند دور القضاء وضرورة تحركه السريع للمساءلة. فكانت مداخلة لوزير العدل بأن القضاء تحرك على مستويين: المساءلة عن تحقير دولة رئيس مجلس النواب، والمساءلة عن التعرض للأملاك الخاصة وسلامة الأشخاص والحريات العامة في حال توافر العناصر الجرمية في المساءلتين. ومن الاعتداء على المحطة غاص الوزراء في مشروع الموازنة الذي كان أساساً محط جدل قبيل الجلسة. طبعاً الموازنة تحتاج إلى نقاش. أبرز النقاط اللي نحن موقفنا منها هو التالي: نحن ضد زيادة أي ضريبة، وخصوصاً على الطبقات الفقيرة أو المتوسطة التي لا تستطيع تحمل مزيد من الضرائب، على رأسها زيادة الضريبة على القيمة المضافة. موقف الحاج حسن الذي أجمعت عليه غالبية الوزراء رد عليه وزير المال علي حسن خليل بالقول: تصريحات الوزراء توحي بأنهم لم يطلعوا على المشروع جيدا، علما أن كل الضرائب المقترحة أقرت في الهيئة العامة لمجلس النواب، وأن أي ضريبة لها علاقة بالناس أكون أنا أول من يرفضها. تابع مجلس الوزراء مناقشة الموازنة العامة للعام 2017، ورفعت الجلسة لاستكمال البحث إلى يوم الجمعة بعد غد الواقع فيه 17 الجاري. لا نقاش بموضوع الموازنة إلا داخل مجلس الوزراء. فور انتهاء النقاش يعلن كل شيء للرأي العام. أما الأسبوع المقبل فستعقد فيه 3 جلسات متتالية للبحث في الموازنة، ولجلسة اليوم تتم. ليال سعد، قناة الجديد. أنصار الإمام المغيب استنكروا الاعتداء على قناة الجديد. هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مناصرو حركة أمل مبنى قناة الجديد للاحتجاج والتظاهر بواسطة رشق الحجارة وإطلاق المفرقعات النارية، وصولا إلى محاولة اقتحام مبنى القناة، كل ذلك بذريعة الدفاع عن الإمام موسى الصدر. في الوقت نفسه كان الجمهور الحقيقي للسيد موسى الصدر وخصوصا من الجنوب والضاحية الجنوبية يذكر مناصري أمل على مواقع التواصل الاجتماعي بفكر الإمام وأخلاقه، ويستنكر بشدة ما يقومون به من اعتداء على القناة. فكتب أحدهم: لو كان الإمام الصدر موجودا لتضامن مع قناة الجديد ضد هذه الهجمة البربرية، إنهم أعداء الإمام ولا يعرفون نهجه. وعلق آخر: هذا الكلام العنصري الذي يتناول الإعلامية داليا أحمد لا يليق أبداً بسيدنا الكبير موسى الصدر. ورد متابع آخر: يجب أن نعبر عن رأينا واعتراضنا بأسلوب يرضى به الإمام، لماذا هذا الوجه غير الحضري والذي لا يمت إلى الإمام بصلة؟ كما كتب آخر: لو الإمام كان موجود كانت برة من كتير عالم. وقالت إحدى السيدات: شباب اللي حد الجديد ما بيعرفوا الإمام موسى الصدر، نزلوا بس ليقولوا شوفيني يا منيرة. تواصلت ردود الفعل المستنكرة للاعتداء الذي حدث بالأمس على مبنى قناة الجديد في بيروت. فقد سأل الرئيس حسين الحسيني: هل يسرنا هذا المشهد، مشهد فتية تنتمي إلى من اقترن باسم حركتهم مهمة مقاومة العدو المحتل بتحرير الأرض ومن قبل بتحرير الإنسان، وهم يعتدون على وسيلة إعلامية معنية بالدفاع عن حرية الرأي؟ وهل يتناسب هذا التصرف الغاشم وما هدف المؤسسون لهذه الحركة وفي مقدمهم الإمام السيد موسى الصدر؟ وأشار الحسيني إلى أن هذا المشهد لا يسرنا فقط بل يؤلمنا ويخجلنا.
إن الاعتداء على حرية الإعلام ومنعه من القيام بدوره إنما هما كمنع الناس من ارتياد المسجد أو الكنيسة أو الساحة العامة. إلى ذلك استنكر التنظيم الشعبي الناصري التعرض لقناة الجديد والاعتداء على مبنى المحطة، كما عبر عن التضامن مع القناة والعاملين فيها. وفي المواقف أيضا أصدر النائب السابق فيصل الداود بيانا رفض فيه ما حصل من اعتداء على مبنى الجديد والعاملين فيه، وذكر الرئيس نبيه بري بقوله الشهير: أنا مع الإعلام ظالما كان أو مظلوما. كما استنكرت الاعتداء على المحطة جمعية متخرجي جامعات روسيا والاتحاد السوفيتي السابق. وتلقت إدارة الجديد اتصالات من الوزراء جبران باسيل، نهاد المشنوق، سليم جريصاتي، ملحم رياشي، الوزير السابق عدنان القصار، ووزير العدل السابق شكيب قرتباوي، والأستاذ طلال سلمان، اللواء إبراهيم بصبوص، ومستشار رئيس الجمهورية جان عزيز. نقابة محرري الصحافة اللبنانية استنكرت بدورها الاعتداء وقالت إنه يخرج الاحتجاج عن أهدافه ويشكل تهديدا للعاملين في المحطة، وهو أمر غير مقبول ومستنكر. فيما دان نادي الصحافة الاعتداء داعيا المسؤولين والمعنيين إلى منع تكرار أعمال كهذه تشرع الفوضى. من ناحيتها رابطة خريجي الإعلام استنكرت ما جرى معتبرة أنه عمل يتنافى والحريات الإعلامية وحرية التعبير، داعية الرئيس نبيه بري إلى اتخاذ التدابير التي تضع حدا لمثل هذه الأعمال. ودنا مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية سكايز عيون سمير قصير الاعتداء السافر وغير المسوغ لا قانونيا ولا أخلاقيا ولا تحت أي شعار كان، والذي يؤكد تعشعش الفكر الميليشياوي في النفوس والأخطر تملكه في بعض من يتبوؤون أعلى المراكز في السلطة، فيستخدمون الشارع لمآرب شخصية يذهب ضحيتها الإعلام فرق عملة على مذبح المقدسات السياسية الجديدة القديمة البالية، أو تلك التي تنظر بعين حولاء إلى حرية التعبير انطلاقا من حزبيتها العرجاء وارتباطاتها السياسية الفاقعة حتى وهي في سدة المسؤولية المباشرة والرسمية، كما حصل مع الموقف المخزي والمعيب لرئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ الذي حاول تبرير الاعتداء ونصرة المعتدين. بدورها عبرت مؤسسة مهارات عن تخوفها من تدهور حرية الإعلام، وشددت على ضرورة حماية المؤسسات الإعلامية ومحاسبة المعتدين كي لا تتكرر هذه الاعتداءات على الإعلام والحريات العامة. واعتبرت أن ما ورد على لسان رئيس المجلس الوطني عبد الهادي محفوظ هو تبرير لأعمال العنف والغوغاء، ما يكرس مبدأ الإرهاب الفكري. الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي طالت الجديد والقضاء ورئيس الجمهورية ومكتب مكافحة الجريمة الإلكترونية صامت حتى الساعة. قبل أن تأتي كلمة السر بالانسحاب الفوري من أمام مبنى قناة الجديد، كانت حرب بالكلمة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي. وإن كنا حريصين في هذا التقرير على عدم إعادة نشر الكلمات البذيئة التي استخدمت تجاه القناة والدولة والقضاء، إلا أننا ندرك أن مكتب مكافحة الجريمة الإلكترونية برئاسة الرائد سوزان الحاج بإمكانه رصد التهديدات والتعبير التي لم تنحصر في القناة، بل وصلت إلى حد التطاول على رموز الدولة، فخامة الرئيس، مع تأكيد كاتبيها عدم اكتراثهم لا للقضاء ولا للدولة، معتبرين أن انتماءهم الحركي فوق القانون. إذ كتب محمد لزميله الذي نقل طلب القاضي سمير حمود إلى الأجهزة الأمنية ملاحقة كل من تظهره الصورة متورطا في أحداث الجديد: شباب اليوم كلكم خدوا سيلفي وبعتوها لحضرة القاضي، بدناش نعزبه يدور كتير. أسلوب المغردين وصل بالبعض إلى حد جعل القضاء مسرحية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أيمن: الجديد رفع الدعوة على حركة أمل، والقاضي والمحكمة والكاتب والشباب يضحكون. في وقت حول البعض الآخر أعمال الشغب التي حصلت أمام أعين القوى الأمنية إلى مسخرة بالقول: أصلا نحن كرمال العمال يشتغلون شوي بهالشتوية، يزبطوا الشبابيك يكسبوا رزقهم. أما التحريض والتهديد على مواقع التواصل اللذان لم يتوقفا منذ يومين، فوصل الأمر للطلب: شبابنا بالحركة لازم يولعوا قناة الجديد مع كل شخص رح يعارض الموقف. أمام هذا القدر من تغريدات من يعتبرون الإمام السابق
السيد موسى الصدر قدوة لهم كان الرد عبر هاشتاج متضامن مع الجديد، فاعتبرت شيرين أنه إذا هيدا ردة فعل عفوية لكن كيف لو كانت مش عفوية، حاجة تضحكوا على الناس وقفوا هالهمجية. وأعربت ساندي عن خجلها الكبير من أننا عايشين ببلد الإعلام في مكسر عصا، ومين ما بده بيقدر يبل إيده فيه عند كل مطب أو حدث. التضامن مع الجديد انسحب إلى إيمان إبراهيم التي غردت: لو سألت حدا من الغوغائيين اللي عم يرشقوا المحطة بالحجارة عن تعاليم موسى الصدر رح تتأكدوا أنه ما بيعرفوا عنه أكتر من اسمه. في الوقت عينه وأمام كلام عبد الهادي محفوظ الذي لام الإعلام بدلاً من المتظاهرين على الرغم من أنه رئيس المجلس الوطني للإعلام، فهو الآخر لقي الرد من المواطنين كما من الزملاء الصحفيين، فكتب النادر: عبد الهادي محفوظ بده يمنع الإعلام يحكي إلا بما يرضي الزعماء وولاة الأمر، عبد الهادي محفوظ رمز للموظف المستسلم. أما الإعلامية بولا يعقوبيان فكتبت: عبد الهادي مأجور، رئيس المجلس غير الوطني للإعلام. بينما سألت الزميلة في الألبسي ندى أندراوس: أين وزير الإعلام الحمرياشي ورئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضلله مما يجري، مطالبة بإلغاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، ويروح عبد الهادي يلتحق بيلي جابوه. صفحة أخبار سياسية متفرقة في هذا التقرير. دعت كتلة الوفاء للمقاومة كل مكونات حكومة استعادة الثقة إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتشدد في إقفال منافذ الهدر والسمسرات في الإدارة وكل مرافق الدولة. تؤكد الكتلة قناعتها بوجوب اعتماد قانون انتخاب جديد في البلاد يقوم على النسبية مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، ولا ترى في ذلك أي انتقاص أو تهميش لأي مكون من المكونات اللبنانية. في اجتماعها الدوري توقفت كتلة المستقبل النيابية عند أهمية إنجاز الحكومة مناقشة الموازنة العامة وإقرارها لإعادة الانتظام والانضباط إلى المالية العامة، وعند أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. تكرر الكتلة تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير لا يقصي أو يقهر أي طرف من الأطراف اللبنانية. عقب انتهاء لقاء الأربعاء النيابي نقل النائب الممدد قاسم هاشم عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تشديده على الحاجة الماسة إلى قانون انتخاب يعتمد النسبية. دولة الرئيس رأى أنه الموازنة لابد من أن تقر مهما كان النقاش حوله، لأنه في مصلحة للبنان واللبنانيين والاقتصاد الوطني بشكل خاص، وفي كل الأحوال يجب إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق من لأصحابها. قطع أهالي دير الأحمر الطريق الرئيسة بالإطارات المشتعلة تنديدا بإقدام مجهولين ليلا على تحطيم تمثال مار شربل عند مدخل البلدة بعد مفترق بلدة تبتدعي بمئات الأمتار ورميه بجانب الطريق، وتتولى القوى الأمنية التحقيق في الحادث لمعرفة الفاعلين. نفذ أهالي الموقفين الإسلاميين في منطقة البقيعة في وادي خالد اعتصاما للمطالبة بالعفو عن أبنائهم وطي هذه الصفحة نهائيا. نطلب فخامة الرئيس رئيس الحكومة وجميع الفعاليات الاجتماعية والعدلية بالإفراج والعفو عن المعتقلين المصدومين وفتح صفحة جديدة وعهدا جديدا. رعت السيدة ماي نجيب ميقاتي الحفل الذي أقامته جمعية العزم والسعادة الاجتماعية لمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسها بمبادرة من الأخوين طه ونجيب ميقاتي، وذلك في مركز العزم الثقافي في طرابلس. حضرت الحفل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريت كاغ وفعاليات ثقافية واجتماعية. نحن اليوم في بداية السنة 30 لتأسيس جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، فتحية إلى المؤسسين طه ونجيب ميقاتي. كان قرارهما بتشييد مدرسة العزم وجامعة العزم ليكونا صرحين تربويين رائدين في الفيحاء. وتخلل الحفل معرض للمنتوجات الحرفية لطلاب مدرسة العزم للفنون والحرف.
اطلعت رئيسة الكتلة الشعبية مريم سكاف على المستجدات السياسية وأحوال قانون الانتخاب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي زيارة قامت بها لعين التينة واطمأنت فيها إلى صحته، مؤكدة له أنه يشكل ضمانة وصمام أمن أو أمان وحجر الزاوية للوطن. وأكد بري أمام سكاف حرصه على تأمين العدالة في القانون الانتخابي الجديد من خلال صحة التمثيل للجميع، وهذا ما يوفره النظام النسبي الذي يحدد الأحجام والأوزان السياسية ولا يلغي أحدا. وجزم بري بأن لا تمديد لمجلس النواب تحت أي ظرف كان. وقد شكرت سكاف للرئيس بري شفافيته وأثنت على دوره السياسي الذي يرجح كفة الميزان ويغلب لغة الحوار. بناء على إشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ميم خاء وزوجته اللبنانية هاء حاء والفلسطيني اللاجئ في لبنان ميم ميم لانتمائهم إلى تنظيم إرهابي، وبالتحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي وبأنهم كلفوا جمع معلومات وتحديد أهداف كشخصيات أو تجمعات يمكن الوصول إليها تمهيدا لاستهدافها بعبوات ناسفة أو بعمليات انتحارية أو عمليات دهس تحت مسمى غزوة سريعة، إضافة إلى تدريبهم على التواصل بواسطة رسائل مشفرة بالغة التعقيد تمكنت الجهات الفنية المختصة لدى المديرية العامة للأمن العام من تفكيكها. وبعد انتهاء التحقيق معهم أحيلوا إلى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف سائر المتورطين. وإلى فقرة ديمقراطية. كليك تك. العوافي ديمقراطية اليوم رح يكون عن ديمقراسي مبارح وعن مظاهرة الحب بيوم عيد الحب واللي صارت أمام مبنى الجديد يلي رشقوه المتظاهرين المسالمين بالورد الأحمر. بعيد الحب الناس بتهدي بعضها ورود حمراء أو قلوب حمراء أو دبدوبات حمراء، لكن عم تتخيلوا إنه في حدا بيهدي حجار؟ منشوف مين بيكون وبكرة بشوفكن. كليك تك. عم تتمسكروا على رموزنا الدينية؟ أوه ها؟ الطلة ضمى كراسي الكراسي عروسكم بدنا نكسرها وهو قال الجديد قال لايك صار مثل الجاي من بورا للكاسر وهو انا خلصوا معي الحجار، معكم الحجار؟ لا انا كمان خلصوا، بدنا حجار يا شباب ما بقى في حجار يا الله بدنا حجار وين الحجار يا الله؟ هيدا حجر وأنا هيدا حجر وأنا أخذت حجر الله مين العبد الفقير اللي أهدانا حجار ما عرفتوه؟ هيدا عبد الهادي حجار وهي ويلا كليك تك. ورد خلال مقدمة النشرة عبارة الوسواس الخناس، وقد صاحب العبارة صور لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ويهم قناة الجديد أن توضح أن الصورة غير مطابقة للمعنى، ولم تقصد بها الرئيس بري على الرغم من الخلاف الحاصل مع دولته، وبإمكان الصورة أن تطابق أي مسؤول أمر بغزوة الجديد. وإذا كان لدينا أي نقد لرئيس بري فسوف لن نختبئ خلف صورة، فاقتضى التوضيح والتصويب والاعتذار عن الخطأ التقني. وإلى فقرة ترندز مع زميلة نور صومة. مساء الخير نور. مساء النور سمر، كيفنا اليوم؟ ماشي الحال. كيف متابعاتك لمواقع التواصل؟ تمام مع كل ال... تمام الشيء اللي صار المنيح والعاطل يعني. لا هو كتير منيح، بس رح نركز أيضا بترندز اليوم على تطبيق جديد رح يعلن عنه فيسبوك قريبا، رح يحط الموقع على مستوى آخر أفضل بكتير، فتابعونا. مساء الخير.
تلفزيون جديد وعبر هاشتاجز عديدة سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي من امبارح لليوم، وعبر رواد تويتر عبر هاشتاج تضامناً مع الجديد عن رأيهم بيلي شهدته القناة ليلة امبارح. كانت التعابير مختلفة، وإذا بدنا نقرأ بعض البوستس منشوف عمر خداج يلي قال على فيسبوك إنه بيوقفوك بعلي على باب مستشفى بتدق للجديد، بيوقفك دركة بصيدا بتدق للجديد، بقشتك طليقك ابنك بتدق للجديد، بيغلط قاضي بحق الموقوفين دقوا للجديد، مشكل بالبلدية بالنبطية دقوا للجديد، بيسرقوك أصحاب الموتورات والكابل بالضاحية وينك يا جديد، بدك تشتكي على الدولة وتقصيرها بالبقاع طبعا جيبوا الجديد. لحركة المحرومين ولكل المحرومين بهيدا البلد، ما تجوا على الجديد تكسروا وتحرقوا كرمال عيون الزعيم، خلوا الجديد هي تجي لعندكن كرمال عيون ولادكن ومستقبلكن. والصحافي بيير أبي صعب يلي نشر سلسلة تويتس قال إنه الصفعة للإعلام فلن يخفت وقعها بسهولة. انتشر فيديو على السوشيال ميديا بيظهر استاذ مدرسة بإسبانيا عم بيكسر لابتوب أحد تلاميذه كردة فعل تعصيب بسبب عدم استيعاب التلميذ الدرس يلي حسب ما قال باللغة الإسبانية إنه له 20 دقيقة عم بيجرب يفسره. طرح فيسبوك تطبيق جديد بيسمح للمستخدمين بمشاهدة محتويات الفيديوز يلي بتبين على صفحات الموقع من خلال شاشة تلفزيونية، وهالخطوة يلي رح تخلي فيسبوك انه يدخل بمنافسة افضل مع مواقع مثل يوتيوب وقنوات تلفزيونية تقليدية، ورح يقدر كل حدا عنده الابل تي في يلي هو من شركة امازون والسمارت تي في يلي من شركة سامسونج من مشاهدة مقاطع الفيديوز مباشرة على الشاشة التلفزيونية. ولهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا يلي فيكن تتابعون على صفحة ترندز على الفيسبوك، وفيكن تتابعوني على صفحاتي على فيسبوك إنستغرام وتويتر. لقونا بكرة بنشرة جديدة. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل روحاني في مسقط، والإمارات طلعت على المريخ. أهلا بكم من جديد. الرئيس الإيراني حسن روحاني يزور سلطنة عمان ودولة الكويت بحثا عن رسالة حوار مع مجلس التعاون الخليجي. قبل أن ينهي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته الخليجية التي شملت المنامة والرياض والدوحة، بدأ الرئيس الإيراني حسن روحاني زيارة خليجية تشمل مسقط والكويت، ما طرح أسئلة عما إذا كان هناك سباق محموم بين أنقرة وطهران كل بحسب أجندته، وعما إذا كان سيدفع ذلك مجلس التعاون الخليجي إلى مواجهة الانقسام مجددا على خلفية التنافس الإقليمي التركي الإيراني. اللافت في زيارة الرئيس الإيراني أنها تشمل السلطنة ودولة الكويت اللتين استثناهما أردوغان من جولته، ومعروف أن مواقف مسقط والكويت تتسمان بالهدوء والحياد والابتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية. طهران تقول إن الزيارة هذه تأتي تلبية لدعوتين تلقهما روحاني من قيادتي البلدين. وردا على رسالة الحوار التي حملها إلى إيران الشهر الماضي وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتكليف من القمة الخليجية التي انعقدت في كانون الأول الماضي في المنامة، لكن معلوما أن السلطات السعودية سحبت مواقفها على هذه الرسالة وما تضمنتها من لهجة تصالحية تجاه إيران. لذا يعتقد مراقبون أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين الداعية إلى الحوار مع السعودية والداعمة للوساطة الكويتية مع الرياض فشلت في تحقيق نتيجة عاجلة، وهو ما دفع الرئيس حسن روحاني إلى التوجه إلى سلطنة عمان والكويت بحثا عن اختراق للموقف الخليجي المتشدد تجاه بلاده، وتاليا زج دول الخليج في لعبة التنافس الدائرة بين القطبين الإقليميين، بيد أن محللين آخرين يقللون من احتمال كهذا حاليا. أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق مشروع المريخ 21/17 الذي سيبدأ بوضع تصور متكامل لإنشاء مدينة مصغرة متكاملة على الكوكب الأحمر. وقال نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع تويتر أن الإمارات تطلق خلال كل عام في أثناء القمة العالمية للحكومات مشروعا ضخما، وفي 2017 هذا المشروع سيدخل الدولة في السباق العلمي العالمي لإيصال البشر إلى المريخ.
وأضاف الشيخ محمد أن المشروع وضع تصورا متكاملا لإنشاء مدينة مصغرة متكاملة على المريخ بالتعاون مع المعاهد والمؤسسات الدولية المتخصصة. وننتقل إلى فن الخبر مع زميل شادي خليفة. حصد لبنان لقب جمال جديد بمستر انترناشنال امس، فقد فاز ملك جمال لبنان بول اسكندر باللقب بحفل اقيم بالعاصمه التايلانديه بانكوك بمشاركه 76 ملك جمال بمثل دول، وحل ملك جمال اليابان وصيف اول وملك جمال ايطاليا وصيف ثاني. مستر انترناشنال يشارك بمهرجان برلين السينمائي فيلم وثائقي بعنوان مطاردة الأشباح للمخرج الفلسطيني رائد أندوني، بيستند فيه لتجارب مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين السابقين بالسجون الإسرائيلية، بيروي تفاصيل من تلك الفترة اللي عاشوها. الفيلم بيحكي عن تجربة الاعتقال اللي عاشها حتى الآن آلاف الفلسطينيين، من بينهم المخرج نفسه اللي اعتقل 3 سنوات ليعكسوا تلك المعاناة، تحديدا بسجن المسكوبية الإسرائيلي الشهير اللي فيه تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب. بدأ فريق عمل هولندي تصوير فيلم روائي بمخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن بيحمل اسم الإخوة بهدف إبراز محنتهم. الفيلم بيتناول قصة شقيقين من هولندا ينحدران من أصل مغربي بيتوجهوا برحلة برية للأردن للبحث عن شقيق آخر إلهم يعمل بمخيم الأزرق، ولكنه ترك المخيم واتجه إلى سوريا لينتقم لمقتل صديقته السورية خلال الحرب الدائرة بسوريا. وأوضح المخرج أنه الهدف من الفيلم أيضا توضيح الصورة للأوروبيين اللي عم بيستضيفوا لاجئين سوريين لتوضيح الصورة إلهم للي عم بيصير بسوريا. مع هذا الخبر بنوصل لختام فقرتنا، ضلوا بألف خير. كان في النشرة غزوة الفالنتاين غرام وانتقام وابنه لأبو خشبي. خريطة طريق الاعتداء على الجديد. تسمع صوت انفجار بسيط بيتبين انه عم بيزتوا قنابل مولوتوف. قوى الامن ابلغت الجيران ضروره المغادره قبل الهجوم. درك قلنا فلوا بسرعه وفللنا من هون وطلعنا وجينا عشيه بالليل بعد ما فلوا. مجلس الوزراء يؤكد تحرك القضاء على مستويين. بس مش حقهم ولا بأي شكل من الأشكال يمرموكم بزر ورد. في ضاحية ما لا يطلبه المشاهدون. بدي الجديد بدي أحضر تمثيلية. الإمام موسى الصدر يدافع عن الصحافة ويكره العنف. لا قيمة للإنسان ولحريته ولحياته عندما يغضب الحاكم عليه. كان في ترانز عصب الأستاذ من التلميذ فكسر اللابتوب. وكان في فن الخبر مطاردة الأشباح في برلين. ختام النشرة، شكرا للمتابعة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وعبر تويتر الجديد نيوز. نعود ونلتقي مجددا في تمام 11:30 بإذن الله، فكونوا على الموعد.